طبعا متواجدين في نادي غطل السيارات الدراجات النارية، حيث يصادف الجولة الخامسة لبطولة مواتر الاستعراض الحر والشل على عجلتين، اللي بتحدد مصير البطل الموسم للاستعراض الحر. في نفس الموقع هذا التجمع اللي تشوفونه خلفي، سعداء بتواجد اخواننا من دول مجلس التعاون في تجمع ملاك الدتسن في السنة الثانية على التوالي، اللي كسر الرقم العالمي، اسعدنا اكثر حيث تجاوز الرقم 220 مشارك من دول مجلس التعاون. طبعا مثل ما انتم عارفين سيارة داتسون سيارة عريقة لها محبينها وعاصرة شباب في جيل السبعينات. السيارات الموجودة عندنا من سنة السبعين إلى 2003، هذا اللي خاص بفئة الداتسون بكل فئاتها، في جي تي، في زد اكس، وسيارات عديدة من الفئة نفسها. والله السيارات المعروضة تبارك الرحمن سيارات حلوة وجميلة، وأشوف ما شاء الله في من السعودية وفي من الكويت وفي من الإمارات وفي من عمان وفي من قطر، تبارك الرحمن سيارات طيبة. أنا من دولة الكويت وشاركت بجي تي نيسان موديل 1973. نتمنى أن ينال هذا التجمع إعجاب شباب المشاركين، وبإذن الله نشوفهم بالسنوات القادمة بتجمعات أضخم وأكبر بإذن الله. مثل هذا المعرض أتمنى أن يكرر في أكثر من مدرسة لما له من أهداف جميلة، وهو توعية وتثقيف أبنائنا بناتنا الطالبات حول كيفية الوقاية من الحريق أو أي أزمة وكيفية التعامل معها، وحول الغذاء أيضا. هناك جهات مشاركة مختصة بتقديم غذاء صحي للطالبات وكيفية إكساب هذا النمط الغذائي الصحي لأبنائنا في المدارس، كما أن هناك مدرسة الخبرة للسواقة أيضا لها دور كبير في تفعيل يعني كنموذج أو نموذج مصقر للقرية المرورية من خلال الجهاز اللي يحاكيه الطالب ويتعلم فيه أساسيات وقواعد المرور. حقيقة المعرض شامل، ومن أهدافه أن يدرب أبنائنا وبناتنا الطالبات على كيفية وقاية أنفسهم ومجتمعهم من أي أزمة أو حادث لا قدر الله حدث. بالنسبة للثقافة اللي نقدمها كإدارة عامة للدفاع المدني للمدارس بصفة خاصة، هناك ثقافة الأمن والسلامة، يتم عملية تطبيق خطط الإخلاء التي تقوم بها المدرسة، كذلك عملية استخدام الطفايات بأنواعها، وهناك كذلك محاضرة تثقيفية عن اشتراطات الأمن والسلام. ووجدنا هناك طبعا ما شاء الله وعي كامل تشكر عليه طبعا مدرسة الخنساء، مقدمة من المديرة وأعضاء التدريس في عملية زرع أو تعزيز ثقافة الأمن والسلامة في المدرسة. وجدنا كل التعاون كل الفهم لدى الطالبات. طبعا تحقيقا لرؤية ورسالة المدرسة نحو تحقيق بيئة آمنة للطالبات، يتم تنظيم هذا المعرض، معرض سلامتك، سنويا بشراكة مع مؤسسات الدولة، منها الدفاع المدني، منها شركات خاصة، منها بعض المحلات، اللي بهدف توعية الطالبات عن الأمن والسلامة في جميع المجالات. قدمت إلى قطر لكي يعني أشارك في هذا المعرض الذي هو بعنوان أنا من جيل، لعلهم يقصدون أنا من جيل
مسلسلات الكرتون من جيل عدنان ولينا، من جيل الرجل الحديدي، وكثير من المسلسلات التي أنا شاركت بدبلجتها وكنت أتصور أنها يعني قد بثت ونسيت، ولكن جيلا جديدا لا يزال يتابع هذه الأعمال ويقيم لها المعارض في أماكن كثيرة، وهذا له يعني دلالة عظيمة بالنسبة لي أن هذه الأعمال قد أثرت وأفادت الكثيرين. فزيارتي هذه الثالثة في الحقيقة، أنا قدمت هنا عام 83 وعام 86 لإنتاج أعمال أخرى، ولكن الآن أجي مخصوصا يعني لهذا المعرض الجميل. يعني قطر يبدو أنها قطعت شوطا بعيدا في التقدم. قوة الجميع نبكي بها على الأوطان وننصر الأخيار. يعني مثلا أنا الذي اشتغلت في كل المجال الذي مثلت وأخرجت فيه، ما بقي حاضر ويتردد هو أعمال الدوبلاج، أعمال الدبلجة، مع أني مثلت التلفزيون، لكن هذه لأنها ربما لأنها نبتت مع طفولة الجيل الذي شهدها، وأيضا لأنها امتدت على عموم الوطن العربي باعتبارها باللغة العربية الفصحى البسيطة والجميلة، فانتشارها كان واسعا أكثر من الأعمال الأخرى التي اشتغلتها. يعني اشتغلت مثلا أعمال باللهجة العراقية، مسلسلات وما لا ذلك، هذه الأعمال تبقى محصورة في بيئتها إلا ما ندر، لكنه أعمال الدبلجة انتشرت على عموم الوطن العربي، ولذلك هي أيضا يعني معني بها من قبل كثير من المحطات التي تعيدها لحد الآن، ونوعيتها تختلف عما ينتج الآن. هي أعمال الآن كما ترى تعتمد على الأكشن والعنف وما لا ذلك، تلك الأعمال كان فيها لمسات إنسانية وعواطف وعلاقات بشرية جميلة، هذا الذي يجعلها ذاكرة ويجعلها الأكثر دلالة على الشخص. يعني فعالية جامعة حمد بن خليفة تطرح هذا اليوم المفتوح أو اللقاء المفتوح، طبعا يعتبر هو اللقاء الأول بالنسبة للدفعة خريف 2016-2017. بالنسبة طبعا هدفنا الأساسي هو استقطاب الطلاب بجميع المهتمين في الدراسات العليا، بالإضافة منهم تعرفين عندنا عدة برامج، منها على سبيل المثال برامج خاصة بالدراسات الإسلامية، وفيها عندنا برامج في الكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، عندنا في كلية العلوم والهندسة، بالإضافة عندنا أيضا برامج خاصة في القانون، فهذه عدة برامج، وكل برنامج ما يقارب 15 برنامج من مختلف التخصصات. وبالنسبة للفعالية يوم واحد تبدأ من 4:30 حتى الساعة 8:00، فيها هناك يعني جدول خاص بهذا البرنامج، ابتداء يبدأ بوكيل الجامعة حمد بن خليفة دكتور خالد بن لطيف بإلقاء كلمته والترحيب بالضيوف والحضور، بعد ذلك سوف يتبع يعني مثل قلنا عرض تقديمي لكل برنامج على حدة، بيكون في قاعة منفصلة، بالإضافة طبعا عندنا أيضا موقع جامعة حمد بن خليفة بالنسبة لتقديم الطلبات اللي خاصة بالقبول اللي هو www.hbku.edu.qa. وأنا أشجع الطلاب والموظفين اللي حابين يلتحقون بجامعة حمد بن خليفة بمختلف التخصصات الموجودة عندنا، أتوقع يعني هذه فرصة طيبة بالنسبة لجميع الطلاب والموظفين، ومثل ما أنت عارفين عندنا أيضا كوكبة من الهيئة التدريسية والأكاديمية طبعا من مختلف التخصصات، وعندهم خلفية أكاديمية كبيرة طبعا مثل ما أنت عارفين دوليا، يعني عندهم أيضا ممكن يستفيدون منهم، أتوقع فرصة طيبة بالنسبة لجميع الموظفين والطلاب. طبعا هذه البطولة الثانية في الموسم اللي تحت مظلة جمعية القناص، وهي مسماها مسابقة القناص، وبعدها بيكون المهرجان اللي هو في شهر 1 مهرجان قطر الدولي. طبعا اللي فيها نفس مسابقة الصفري اللي قبلها، كان فيها مسابقة الدعو بفئتين اللي هو قرناص الحر وفرخ الحر وقرناص الشاهين، وفيها مسابقة الطلع، بالإضافة إلى مسابقة سباق السلقان.
طبعا احنا المجاز اللي عندنا بيشارك في المسابقات اللي تحت مظلة جمعية القناص ممنوع مشاركة التفريخ أو التهجين أو الجير، فعلى أساس هذا تكون في لجنة لمعاينة الطيور عشان تشيك على الطير، إذا كان تفريخ أو تهجين أو جير يستبعد، ما يدخلها إلا الطيور الوحوش. التسجيل بدأ اليوم اللي هو تاريخ 22 أول يوم، وبيكون 23 و24 هذه 3 أيام، لمدة 3 أيام التسجيل، بعدها بيسكر، وإن شاء الله بعد التسجيل راح نرتب على حسب المشاركين، بنرتب اللي هو البطولة تبدأ متى، ممكنها تبدأ تاريخ 30/11 أو 1/12، وهي ممكنها تكون 3 أيام أو 4 أيام على حسب كثر المشاركين. كأول يوم ما شاء الله يعني أشوف الإقبال، المشاركين جاءوا بدري عكس المسابقات اللي طافت، كان أكثر الناس يجونا في آخر يوم، لكن ما شاء الله الحين أشوفهم جاءوا بدري، والله يوفق الجميع، نتمنى لهم التوفيق كلهم. يتمتع الأطفال في قطر بكافة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية، كالحق في الحياة والتعليم والحماية والصحة وغيرها، يضاف إلى ذلك حصولهم على أحد أفضل المعدلات في مجال رفاه الأطفال في المنطقة. دولة قطر حققت المرتبة الأولى عربيا والثانية والثلاثين عالميا في مؤشر التنمية البشرية العام الماضي، ويعد رفاه الأطفال أحد أهم محددات هذا المؤشر، وقد تحقق ذلك بفضل اهتمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدولة بفئة الأطفال، وتنظيم سلسلة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والتربوية طوال العام، والتي تستهدف تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم. ما من فعالية أو مهرجان يقام إلا وقد خصص جانب كبير منه لفئة الأطفال. التعليم والترفيه والمرح والنشاط واللعب أبرز سمات الفعاليات المخصصة للأطفال، وهو ما يتسق مع السمة الأساسية لشعار اليوم العالمي للطفولة هذا العام، حركة، لياقة، طفولة سعيدة. وتقول الأمم المتحدة إنها اتخذت هذا الشعار لتأكيد الاهتمام بصحة الأطفال الجسدية والعقلية والنفسية وتنمية عضلاتهم وتقويتها لحمايتهم من الأمراض ومنحهم الثقة بالنفس، مما يجعلهم أكثر تفاعلا واندماجا بالبيئة المحيطة. مؤسسات عدة تعمل في مجال تنمية ورفاه الأطفال في قطر، ويعتبر المركز الثقافي للطفولة أحد أهم هذه المؤسسات العاملة في هذا المجال من خلال تبنيه لعدد من الأهداف المهمة، ومنها تشجيع وترسيخ مبادئ التعليم المبكر لدى الأطفال، تنمية الشعور بالمسؤولية، التوعية بأهمية الصحة والتغذية السليمة، حماية البيئة، التربية السليمة للأطفال، تشجيع مفهوم الشراكة الأبوية، ورعاية الأطفال الموهوبين. ما فتئت الدولة قطر تعلن عن التزامها الشامل بكافة التشريعات المقبولة دوليا فيما يتعلق بحقوق الأطفال عبر تبنيها لمنهج كلي وشامل تجاه رفاه الأطفال. الهدف دائما هو المساهمة في تحسين نمو وتطور الطفل من خلال الاهتمام باللعب والترفيه وتعزيز روح العمل الجماعي بين الأطفال وإشراك المؤسسات التعليمية والثقافية والترفيهية والصحية ذات الصلة بالطفل في المجتمع القطري.
بعد أيام من المسير في عرض البحر، عادت المحامل التقليدية العشرة المتنافسة في مسابقة الغوص إلى مراسيها على شاطئ كتارا. تسمى هذه العودة القفال، ويستقبل أهلها بالحفاوة والفرح. التحدي كان شوي صعب وغوي بنفس العام، يعني السنة المحار قليل والماي يعني لون الماي شوية غبر يعني، فما يساعدك على الرؤية لي. رواد المهرجان مستمتعون على اختلاف انتماءاتهم بهذه الجلسات في الحي التراثي، يتعاطون أطراف الحديث غير بعيد من خباز الفريج ودكانه، حيث يعيش الجمهور تجربة متكاملة للقرية القديمة وطرائق العيش والحياة فيها. مهرجان كتار هو مهرجان الخليج باختصار، تجد البحرين والكويت والسعودية وقطر مشتركة في هذا البرنامج، لأن الخليج كله يعني بحر الخليج أو معروف البحر الخليج ودول مجلس التعاون كلهم مشتركين في المحامل التقليدية وثقافتهم قريبة من بعض. فعالية القفال كانت إذانا بأن مهرجان كتارا للمحامل التقليدية قد بات في حكم المختتم، فبعد أقل من 3 ساعات قامت أمسية الختام على سيف البحر للإعلان عن الفائزين في مسابقات الغوص على اللؤلؤ والحداق والغزل والتجديف والنهمة وغيرها من المسابقات. طيلة الأيام الخمسة الماضية عايش الزوار المهرجان أجواء تحاكي حقبة زمنية كان أجدادنا يواجهون فيها الصعاب والمخاطر بحثاً عن الرزق، واليوم نتوج الفائزين في مختلف المسابقات ونهنئ جميع المشاركين من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي. فرحة كبيرة غمرت الفريق السعودي الفائز بالمركز الأول في مسابقة الغوص. شعور لا يوصف في هذه المناسبة الغالية في المحافظة على تراث اندثر قطر تحييه، فتحية لقطر على هذا التجمع الخليجي الرائع. طوت كتارا النسخة 6 من مهرجانها السنوي واعدة بنسخة قادمة أكثر تميزا، ومعلنة عن وجهة رحلة الخير 3 التي ستمخر عباب البحر هذا العام إلى مدينة مومباسا في كينيا. بيوت الشباب القطرية هي جمعية ذات نفع عام تأسست سنة 1983 بهدف تنمية معارف الشباب وتشجيعهم على السفر لاكتشاف العالم. توفر الجمعية السكن والمعاش لنزلائها بأسعار رمزية، وقد استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحتل مكانة متميزة بين بيوت الشباب عبر العالم. الحمد لله بيوت الشباب الآن حاصلة على شهادة الجودة المتقدمة كدولة أول دولة عربية، وهي الوحيدة اللي حاصلة عليها، وبيوت الشباب القطرية أحد أهم بيوت الشباب في العالم حاليا. جمعية بيوت الشباب القطرية انضمت لعضوية الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب في ديسمبر 1983، كما أصبحت عضوا بالاتحاد الدولي لبيوت الشباب في يونيو من عام 1986. وقد تحصلت الجمعية على الشهادة المتقدمة في الجودة من الاتحاد الدولي لبيوت الشباب في أكتوبر 2015. الجمعية تتوفر على بيت شباب واحد بالدوحة يضم 8 فلل تصل طاقتها الاستيعابية 120 شخصا، لكنها الآن بصدد إقامة بيت آخر، وهو ما يتوقع أن يزيد من إسهامها في تطوير السياحة في الدولة. تفتح بيوت الشباب أبواب عضويتها لكل الراغبين في ذلك، ويتمتع أعضاؤها بتسهيلات خاصة. تعتمد في نحو 60,000 بيت شباب عبر العالم، وتقدم هذه البيوت للزوار خدمات متنوعة. وفضلا عن مكانتها الاقتصادية والسياحية، تعد بيوت الشباب بطبيعة سكنها الجماعي فضاءة مفتوحة تكرس التنوع الثقافي وتعزز الروابط بين الشباب. أعلنت هيئة الأشغال العامة أن حجم المشاريع التي تعمل على تنفيذها تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال قطري، وتتوزع على مجالات الطرق والصرف الصحي والمباني. أما في التفاصيل فتشمل مشاريع أشغال برنامجا للطرق السريعة سينتهي خلال السنة المقبلة. هذا المشروع يسعى لإنجاز 240 تقاطعا كبيرا، إضافة إلى 30 طريقا سريعا. أما برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف
فقد قسمت الدولة إلى 5 مناطق لتسهيل تنفيذ مشاريع كبيرة تبلغ كلفتها التقديرية 50 مليار ريال. وأخيراً برنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه الذي سينتهي في عام 2019، وهو يشمل نظام نقل للمياه بطول 10 كيلومترات، ومحطة ضخ كبرى على عمق 70 متراً، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتجهيزات أخرى بكلفة 10 مليارات ريال. كل هذه المشاريع التي تنجزها أشغال، والتي بعضها ما زال خططا على الورق وبعضها ماثل للعيان على ظاهر الأرض، كلفت الكثير من موارد الدولة لتكون قطر دولة نامية تمتلك بنية تحتية متطورة، لكن الصورة تشوبها من حين لآخر. أخبار تؤخر إنجاز عدد من تلك المشاريع، بعضها سببه خلاف بين أشغال والشركة المنفذة للمشاريع، مثل ما حدث في تأخر افتتاح جسر مسيمير، وهو ما حدث في طريق لوسيل مثلا، رغم أن كثرة الحفريات بالشارع ضيقت مسارات السيارات وخنقت حركة المرور به، وهو الحال أيضا في جسر القناة الشمالية بطريق لوسيل السريع قبل افتتاحه أخيرا. وينطبق الأمر كذلك على التأخير في إتمام البنية التحتية بمنطقة غرب الوكرة ومنطقة المطار العتيق والحزمة الأولى من مشروع تأهيل المنطقة الصناعية وروضة أبا الحيران ومركز المحاكاة بمدينة حمد الطبية. فإذا أضفنا إلى ذلك التأخير في إنجاز المشاريع مشاكل الازدحام المروري أيضا، وتزايد الإغلاقات والتحويلات في الطرق وارتفاع أصوات آلات الحفر، يصبح من الضروري الاستماع لما تقوله أشغال للرد على كل تلك المشاكل بأنه يجب التحلي بالصبر الجميل، فنحن في ورشة كبرى لتطوير البلد، ونريد أن ننفذ شعار أشغال بأننا نستحق الأفضل. رفعت الجولة 7 شعار يبقى الوضع على ما هو عليه، وذلك بالنسبة لفرق المربع الذهبي التي ظلت في نفس ترتيبها منذ الجولة السابقة. الجيش تمسك بالقمة التي يحتلها منذ الجولة الماضية، وحقق فوزا مهما على الشحانية ب3 أهداف لهدف، وهو الفوز الذي نجا به من مفاجآت الشحانية هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ووسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى 4 نقاط، بينما تراجع الشحانية للترتيب العاشر بعدما توقف رصيده عند 8 نقاط. أعتقد خسارة جديدة، يعني بعد خسارتنا من السد واليوم تخسر من الجيش، ولكن الأداء أعتقد مثل ما تقلت الأداء كان أفضل، وحاولنا تلعب ضد فريق الجيش، فريق متصدر الدوري حتى الآن، عنده لعيبة ممكن يحسمون المباراة في أي وقت. والله دخلنا الشوط الثاني نبي نعوض، دخلنا أتوقع لعبنا أحسن، سجلنا وقلصنا الفارق، وضربة الجزاء اللي للجيش الثالثة أتوقع اللي تقريبا صعبت علينا المباراة. الحمد لله أول شيء على الفوز، طبعا في الشباب يشوفون نادي الجيش ونادي حق شوط واحد، طبعا لا تنسى أنك تلعب ضد فريق قوي مثل الشحانية، قدم مستوى جدا يعني رائع الموسم هذا، الحمد لله قدرنا نفوز عليه ونثبت في الصدارة. وفجأة وبدون مقدمات تعثر السد وفقد نقطتين ثمينتين على إثر تعادل بطعم الخسارة مع الوكرة بهدف لكل فريق، ليكتفي الزعيم بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 15 نقطة احتل بها المركز الثاني، بينما حصد الوكرة نقطة لم تكن في حسابات مدربه الجديد أن يحصدها من بين أنياب الزعيم السداوي. ورفض كل من الريان والأخوي استثمار تعثر السد، واكتفيا بالتعادل بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة كان الريان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها لولا تعادل الأخوي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليرفع الأخوي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السد، ويرتفع رصيد الريان إلى 13 نقطة في الترتيب الرابع. بالنسبة لنا احنا نقول نهاردك ضعنا عديد من الفرص، فريق يلعب ناقص من الشوط الثاني، يعني حرام ما استغلينا هالفرص، انت شايف كم هجمة ضيعنا. بالنسبة لنا والله انا بالنسبة لي اقول هاردرك،
الحمد لله على كل حال، لكن ان شاء الله العوض القادم. والله شوف اكون صريح معاك، احنا ما مبسوطين بالنتيجه، كان هدفنا 3 نقاط، لكن على الوضع المباراه اللي جرت اليوم الطريقه اللي صارت، اعتقد في اخر دقيقه ان سجلنا هدف، خاصه ان احنا كنا ناقصين لاعب، لا باس فيها، النقطه كانت مهمه جدا. الحمد لله على كل حال، اللعيبه قدموا اداء قوي جدا من بدايه المباراه، توفقنا فيها يعني ربنا وفقنا فيها باخر دقائق ان سجلنا هدف التعادل وكسبنا النقطة، أعتقد النقطة هذه ساعدنا، نقطة أفضل من لا شيء، الحمد لله على كل حال. وفي مباراة الغرافة والعربي حضرت الإثارة وبقوة بعدما بدأت المواجهة برغبة قوية للفوز من قبل الفريقين، وتقدم العربي قبل أن يتعادل الغرافة ويتقدم بهدفين حتى حسم المواجهة بجدارة واستحقاق وحصد 3 نقاط غالية تقدم بهم إلى المركز الخامس بعدما عمق جراح العربي ومدربه البرازيلي الجديد أديسون الذي فشل في أول اختبار له بعد توليه المسؤولية، ليتوقف رصيد الفريق العربوي عند 6 نقاط وأصبح في موقف لا يحسد عليه. أعتقد أن بدينا المباراة ما كنا زينين يعني، والعربي يعني كانوا ممكن مسحوبين على الكورة بس ما في فاعلية، شوته من بعيد حق خوخي بعلام وسجلوا، وشوي قمنا نرجع حق المباراة وجاتنا ضربة جزاء وعقب تقدمنا، وبعد يعني كانت أوكي ممكن بيننا وبينهم ضيعنا فرصة، بس بعد يعني ما كان يعني بنحس إنه يعني ما كنا مستحوذين على المباراة يعني مو بوضعنا طبيعي. الحمد لله بين الشوطين المدرب غير شوي في طريقة اللعب، والحمد لله يعني الشوط الثاني صرنا أحسن ونهجم وعندنا فرص، دخلنا المباراة بحماس وبجدية. الشوط الأول تقدمنا وتأخرنا ورجعنا في المباراة، الشوط الثاني تراجعنا وايد، أول 20 دقيقة تقريبا ما هجمنا ولا هجمة، ونادي الغراف استغلوا هالشيء ومن كور ثابتة بلنتين وركنية. وواصل معاذر مفاجآته المدوية للجولة 3 على التوالي، وحقق الفريق الصاعد حديثا للدوري فوزا جديدا على الخور بهدف رفع به رصيده إلى 9 نقاط احتل بهم المركز 7، بينما تراجع الخور إلى الترتيب 8 ب8 نقاط. وسجلت الجولة 7 أول فوز للسيلية منذ بداية الموسم الحالي، وذلك على حساب الخريطيات بهدف نظيف رفع به رصيده إلى 5 نقاط تقدم بهم مركزا واحدا في الترتيب 12، تاركا ترتيبه السابق في المركز 13 للخريطيات الذي سقط في أول اختبار لمدربه التونسي الجديد الذي تولى المسؤولية مؤخرا. الحمد لله على الفوز، الشباب اليوم كنا متفائلين، كان ما في بديل غير الفوز، والحمد لله كابتن سامي حط تشكيله معينه بطريقه معينه بطريقه الشباب عشان يأدوا فيها، والحمد لله كان اداء جيد، الحمد لله راضين على المستوى، ان شاء الله نواصل في نفس الطريقه ان شاء الله. والله المباراه كنا محتاجين فيها 3 نقاط، كنا نحاول باي طريقه ان نظفر بالنقاط ونفوز بالمباراه لان الوضع كان نوعا ما سيء، فالحمد لله توفقنا اخذنا 3 نقاط، الحين شوي شوي يرجع الفريق، المباراه الجايه بتلعب اريحيه اكثر من الحين، فان شاء الله نقدر نوصل لنفس المستوى اللي كنا فيه الموسم الماضي أو أفضل منه. وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة الأهلي وأم صلال، وكان الأهلي أقرب للفوز لولا ركلة جزاء التي أهدرها مشعل عبد الله قبل أن يتعادل أم صلال ويحصد نقطة رفع بها رصيده إلى 10 نقاط احتل بهم المركز 6، بينما احتل الأهلي الترتيب 9 برصيد 8 نقاط. الحمد لله على كل حال، صراحة يعني كان تعادل يعني صراحة ما كان متوقع، يعني احنا كنا نزيل المباراة يعني ان احنا نبي الفوز طبعا في المباراة، بس الشوط الأول أثر علينا، كان أدائنا في الشوط الأول كان يعني غير المتوقع، قدرنا الحمد لله ان احنا نرجع في الشوط الثاني والحمد لله قدرنا نسجل، وكنا بنسجل أكثر من 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 فرصة، بس يعني هاي حالة كرة القدم، والحمد لله أن توفق بابا مالك في البلانتي وصد البلانتي، وهي كانت نقطة تحول في المباراة يعني. الحمد لله على نقول على النتيجة، كنا نطلع يكون النتيجة أفضل لنا احنا يعني، لكن تعرف أخطاء بسيطة ممكن تكلفك أهداف، لكن نقول لنا يعني ما نقول هارد لك، يعطيكم العافية، نقول حق شباب يعطيكم العافية، وهم مصلال قدموا مباراة زينة وجيدة، نقول إن شاء الله التعود في المباراة الجاية، نتمنى إن شاء الله.